تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمنتخب جيبوتي قبل مواجهة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، وبعد كده نروح لفاصل ومنه نستقبل ضيوفنا الأعزاء محمد أبو علي وأحمد الهواري. خليكم معنا. Bonsoir tout le monde. D'abord, je remercie l'Égypte pour l'accueil chaleureux. في البداية بتوجه بالشكر إلى مصر للاستقبال الحار الذي نحظوا به، وبالفعل هم استفادوا كثيرا من المنشآت والفنادق وكل الخدمات المقدمة، وإنها روح الأخوة التي كان يتوقعها دائما في مصر، بالإضافة إلى أنهم فضلوا أن تكون فترة الإعداد هنا في مصر لكي يستفيدوا لأطول فترة ممكنة من الإمكانيات الموجودة. في البداية أود أن أوضح لكم نقطة، أنهم ليس 80% لكن 50% فقط من اللاعبين من أرتا سولا. نحن نعرف جيدا أننا نلعب أمام منتخب كبير وفريق قوي، لكن أيضا نحن لدينا تطلعات ولدينا خبرة لاعبين كما قلتم الذين لعبوا ضد الفرق المصرية وحضروا إلى هنا. نحن متأكدين أننا نلعب أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم وأفضل منتخب أفريقي الذي يقدم أداء رائع. نحن أتينا لنتعرف على كرة قدم أكثر تطورا ونكتسب خبرات أكثر، وبالتالي ستصب في صالح كرة القدم في جيبوتي عموما، ونتمنى العودة بنتيجة إيجابية. في هناك نقاط عديدة يجب أن نركز عليها ولا تقبل الجدال. محمد صلاح هو يعتبر من أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا، وهذه لا نجادل فيها. نتحدث الآن عن لاعب يؤدي مباراة كل 3 أيام، وفي كثير من الأحيان يسجل أهداف رائعة ويؤدي بأداء رائع، لكن مهم بالنسبة لنا أنه يوجد استراتيجية ويوجد حلول، وعلينا إيقافه وتوجد بعض الخطط. الحل موجود، لكن هل سنستطيع إيقافه أم لا؟ فهذا السؤال لا نستطيع أن نجيب عليه، لأنه لاعب كما نقول رائع، لكن يجب أن نفعل ما لدينا ولدينا الخطة المناسبة، وسوف نرى في على أرض الملعب ماذا سيحدث ونرى النتيجة. وأؤكد لكم أن ما هو أهم من المباراة الذي أتحدث فيه مع اللاعبين ويعتبر أهم نقطة هو الإعداد الجيد، وأن نفعل ما علينا وخاصة ضد مصر أو ضد أي فريق آخر. نحن نعلم قدرات الفريق المصري جيدة ودرسناه جيدا، وهو فريق قوي كما قلنا، لكننا لدينا استراتيجية ولدينا فكر سنحاول أن نطبقه ونفعله. الأهم كما قلت هو النتيجة. نحن نعرف الفريق المصري جيدا ونعرف أنفسنا أيضا. أؤكد لكم أن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية، والمنتخب المصري ليس فقط محمد صلاح، لكن لديكم العديد من اللاعبين أو الجميع يعتبر لاعبين محترفين ذو مستوى جيد جدا. لا أريد أن أذكر الكثير من الأسماء، لكن لديكم تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد والنني لاعب أرسنال، وأيضا في الدفاع لديكم لاعبين رائعين. نعرفهم جميعا ونعرفهم جيدا ودرسناهم جيدا. الجميع جيدين والفريق يؤدي بشكل جماعي بطريقة رائعة. Merci pour votre accueil chaleureux. Donc voilà, nous sommes à 24 heures d'arrivée. في البداية بأشكركم شكرا جزيلا وأشكر المصريين على الاستقبال الذي حظينا به، فمصر أمة تعشق كرة القدم، ونحن هنا لنمثل بلدنا وسنقدم أفضل ما لدينا. نحن نعرف أن مصر فريق كبير، لكننا أيضا سنقدم أفضل ما لدينا ونتمنى أن نعود فائزين. Oui, ben... بالفعل كانت أنا حضرت ولعبت مع ضد فريق الزمالك، وكانت مباراة صعبة وفازوا في آخر لحظة تقريبا علينا، لكننا ننسى ما فات ونتحدث دائما. نحن هنا نلعب في مع ضمن المنتخب ونقدم التهنئة لفريق نادي الزمالك ونتمنى له موسم جيد. نحن الآن نركز جيدا، وأؤكد لكم أننا نعرف الملاعب المصرية ونعرف مصر جيدا، وقد لعبنا ليس فقط ضد الزمالك لكن منذ عامين لعبنا هنا ضد الجزائر أيضا، ونحن نتمنى أن نعود بنتيجة. الجميع يعرف محمد صلاح أنه فخر ليس فقط لمصر ولكن لقارة أفريقيا بأكملها. نحن ننتظر المباراة ولا نعلم ماذا ستسير على أي نهج، لكن هو فخر لي أن أطلب قميصه، لكن لا نعلم ماذا سيحدث، ما سيعطيه لمن، لكنني إنه بالفعل فخر. لكن لا أعرف ماذا سأقول وقتها.